السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Form, meaning and function, صياغة صياغة ومعنى والوظيفة في comparative and superlative. Comparative هي المقارنة, superlative هي التفضيل. Form of adjective من الصفات. طيب ما هو comparative؟ Comparative هو المقارنة. Comparative معناتها مقارنة. راح ندرسها في العربية ثم نترجمها ايضا بالانجليزيه والعربيه معا. طيب comparative معناتها comparative يعني مقارنه, وجود طرفين او شيئين او شخصين تتم مقارنتهما ببعضهما البعض. اوكي, كيف احنا نقارنهم؟ استخدام الصفه ثم الحاقه er او or more لانشاء المقارنه. يعني نضيف في الصفه, مثلا اذا كان كلمه tall short اوكي big حيصير bigger more big هكذا. اوكي, زي tall اصبحت taller, short بتصير shorter, big بتصير bigger. مثلا كلمات زي عندكم هنا fast بتصير faster. اوكي, كلمة fast سريع بتصير اسرع يعني. اوكي, هذا تعرف بالمقارنة, وتضيف في الصفة er or كلمة المور. اوكي, فنرى في هذا المثال مثلا مكتوب عندكم the hotel is tall. التول هي الصفة, الفندق طويل, الفندق طويل. اوكي, هنا الفندق طويل, tall معناته الطويل. طيب في الجملة الثانية the hotel is taller than the office building. هنا tall ها طويل, هنا أطول, أضفنا ER فصار أطول, معناها أطول. The hotel is taller than the office building. أوكي, الفندق أطول من مباني المكتب. الفندق طويل والفندق أطول من مباني المكتب. طيب عندك هنا the subway is convenient, يعني مترو الأنفاق مريح. طيب the subway is more convenient than the bus, يعني مترو الأنفاق أكثر راحة من الحافلة. طيب مترو الأنفاق مريح, ومترو الأنفاق أكثر راحة من الحافلة. مترو الأنفاق مريح ومترو الأنفاق أكثر راحة من الحافلة. طيب فنستخدم معها كلمة more, فعرفنا كيف نستخدم ER وكيف نستخدم كلمة more. طيب superlative, superlative معناتها صيغة التفضيل. صيغة التفضيل يعني قاعدتها use the adjective plus est or the most adjective to make the superlative. Okay, the hotel is the tallest building in the city. معنى هذا الكلام يعني superlative صيغة التفضيل, وتستخدم للصفة القصيرة the adjective plus est. يعني للصفة القصيرة نضيف كلمة the ثم الصفة ثم بآخرتها est مع الصفة. طيب وإذا للصفة القصيرة تستخدم the most ثم الصفة ثم عادي نكتب عادية يعني. طيب مثلا هنا عندك في المثال the hotel is the tallest building in the city, يعني الفندق هو أطول مبنى في المدينة. طيب هنا عندك the subway, بعدين it is also the most modern, وهو كما إنها أكثر حداثة. أوكي, كلمة the most modern أضفنا كلمة most. The subway is the fastest transport in the city, يعني مترو الأنفاق هو أسرع وسيلة للنقل. It is also the most convenient, كما إنها أكثر راحة. طيب نعيد مرة ثانية the superlative صيغة التفضيل, معنا نضيف معها هذه القاعدة التي أمامنا, قاعدة the للصفة القصيرة the plus adjective plus est. أوكي, للصفة القصيرة نستخدم the adjective plus est, للصفة الطويلة نستخدم the most, تأتي أول شيء the most ثم الصفة. مثلا في المثال الفندق هو أطول مبنى في المدينة, كما إنها الأكثر حداثة. مترو الأنفاق هو أسرع وسيلة للنقل, كما إنها أكثر راحة. أوكي, كل هذه
تعتبر طريقة وصياغة الصفات. The formation، كيف مثلا نصيغها؟ هنا تستخدم الـ ER و EST for one syllable adjective and adjective that end in Y. For example, busy, busier, busiest. Use more or most for longer adjective. Okay. يعني هذا الكلام معناتها بالاختصار ان تستخدم ER و EST لصفات ذات المقطع واحد. Busy, busy يعني مقطع واحد، فنضيف اليها busier, busiest. وتستخدم كلمة more او most للصفات الاطول. لأي شيء أطول نستخدم كلمات زي نستخدم للصفات الأطول تستخدم كلمة more و most. طيب هنا عندكم spelling rules، القواعد الإملائية. most adjective مثلا adjective أكثر الصفات. old older oldest تأتي EREST adjective ending in E، يعني الصفات التي تنتهي بصوت العلة هنا مثلا ببعض الحرف الساكن فإننا نضاعف فيها أيضا حروف العلة. يعني فراح مثلا هنا E adjective ending in E nice، E هذا انتهى بالE فتبقى الE فنضيف فقط الR، فهنا أيضا تبقى الE فنضيف الST. و adjective ending in Y easy, easier, easiest مثلا easy يعني سهل، أسهل، أسهل جدا يعني. أوكي فقط حذفنا الواي فاستبدلناه بالآي إي آر ثم هنا آي إي إس تي easiest يعني. أوكي بعدين adjective ending in one vowel followed by one consonant big bigger، يعني نضعف الحرف الساكن إذا جاء قبله حرف العلة. أوكي bigger biggest hot hotter hottest. طب some adjectives have irregular comparative and superlative form، يعني بعض الصفات لها صيغة شاذة أي لا ينطبق عليها قواعد الإملاء زي كلمة good, better, the best, bad, worst, the worst. يعني هذه أفعال الشاذة أو الصفات الشاذة لا تنطبق عليها قواعد الإملائية. طيب الأكثر الصفات قاعدة إملائية مرة أخرى، أكثر الصفات نضيف لها ER أو EST، والصفات التي تنتهي بالE نضيف لها فقط EST، والتي وأيضا التي تنتهي بالY نحذف الY ونقلبها إلى الI. فمثلا هنا مثال على الE مثلا nice منتهية بالE، طيب خلينا الE فأضفنا الR، والنايس أيضا بالE فقط أضفنا ST. طيب هنا easy يعني حذفنا الY فأضفنا فقط أمامها IER فأصبحت easier، والeasy أيضا easiest الأسهل شيء IEST. أوكي نفس الكلام، هذا يحفظ هذه القاعدة. والصفات التي تنتهي بصوت العلة بعد حرف الساكن فإننا نضاعف فيها الحرف الساكن ثم نضيف EST big bigger biggest، يعني حرف العلة اللي I والA والO والU إذا يعني أنت حرف الساكن يعني بعد الحرف الساكن جد حرف العلة فنضاعف لها. طيب الصفات التي لها صيغة شاذة أي لا ينطبق عليها قواعد الإملاء فهي كالآتي مثلا كلمة good كلمة better the best bad or worse the worst. أوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.